كل عام أنتم بخير. الهدف من الصيام تربية الإرادة وتقوية العزيمة وتصفية الروح. أنت تصوم لمن؟ لله. بمناسبة التكليف، فأوامر الله واجبة النفاذ. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فرض عليكم الصيام. في نهاية الآية ربنا يوضح لنا علة الصيام. الهدف من هذه الفريضة الغراء، من هذا الركن المهم في الدين بعد رأس العبادات الصلاة، فيقول لعلكم تتقون. إذا فهمنا سر هذا المعنى وأدركنا قيمة هذا المغزى، أصبح صيامنا فيه صوم وفيه صيام، والأمر ليس لغزا، الأمر واسع، الأمر ضخم. فنحن في احتياج أن نصغي السمع لنفهم سر الصيام. لما هو موجود في كل الشرائع السابقة، لكن لم يكن شهرا كاملا إلا في أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. لذا سر الصيام أنك تستشعر رقابة الله عليك، لأنك تدرك أنك في النهاية إليه راجع وموقوف بين يديه، وهناك سؤال ولا بد لك من جواب. هذا يجعلك تستشعر الخوف، وهي إحدى ثمار الصيام. أنت صيام ليه يا حاج؟ خايفين يا ولدي من بكرة. أنت هتصلي ليه يا شيخ؟ ده الصلاة دي رأس العبادات. أنت هتزكي ليه يا عم؟ يا ولدي ده فرض من الدين، علم من الدين بالضرورة. أنت ليه هتحج يا حجة؟ يا ولدي مشروك من أركان الإسلام، ده فرض لا يقل عن الصيام، لا يقل عن الزكاة، لا يقل عن الصلاة. بس كلما في الأمر رحمة الله الواسعة جعلته على القادر المستطيع. لكن هي فرائض؟ فرائض. من ينكر واحدة منها فقد كفر. ليه؟ لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. لعلكم تتقون، ضع ما شئت تحتها من الخطوط، لأن هي سر الصيام اللي بيولد فيك ملكة المراقبة ويخليك تستشعر وتحمل هم الغد اللي هو يوم القيامة. إيه؟ الخوف. طب هي ما للتقوى وما للخوف؟ ما التقوى معناها وقاية. لذلك يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يعني أنت صايم عشان خايف؟ أي سر المسألة الخوف، وهذا هو سر التقى. هي التقوى إخوان. لما سألوا إمامنا علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه، يا أبا الحسنين صف لنا التقوى، عرف لنا إيه هي التقوى يا إمام. نعم، ما هي التقوى؟ وهو أستاذ البلاغة،
قال التقوى هي الخوف من الجليل. وطبعا عشان هو رجل فاهم ما قالش الخوف من الرحيم لأن الرحمة تطمن، ها؟ قال لا، الخوف من الجليل، لازم تستشعر جلال الله وعظمته. وهل هناك أعظم من الله جل جلاله سبحانه وتعالى؟ قال التقوى هي الخوف من الجليل والرضا بالقليل، نعم، والاستعداد ليوم الرحيل. يا سلام، أنا مش أكمل الشطرات لأنه كل شطرة عايزة لها أسابيع، خلينا في الشطرة الأولى بس. إيه هي التقوى يا إمام؟ قال الخوف من الجليل، إنك أنت تستشعر عظمة الله. الصيام بيولد لنا هذه المخافة، يزرع في أنفسنا تلك المهابة. وهو الإنسان ممكن يقفل على نفس الغرفة ويفتح الثلاجة وفيها ما لذ وطاب، حتى عند أهل اليسر، بلاش الغلابة اللي زيين، ها، وياكل ويشرب ويمسح خشمه ويطلع لبرا. القرآن بتاع المغرب بدأ ولا لسه؟ هو قرب يأذن ولا لسه؟ لكن هو في داخل نفسه مش عايز يعمله. يقول لك وانا صايم للخلق يفرقوا معي دول؟ لا، ده انا يعني خايف من الله. حتى وان كان في الصيام نوع من المشقه والتعب، او ربما يكون الرجل عنده ظروف، لكنه مصر على التقوى من باب الخوف من الله. ولذلك الناس اللي ما عندهاش اعذار وبتفطر في الشارع وعلى الملأ، دول بيحاربوا الله، معركته مع ربنا. الرجل داس على الدين خلاص، الرجل اعلنها صريحه، موقفه هذا يشبه موقف ابليس اللعين. اسجد لا اسجد، أسجد لمن خلقت طينه؟ انا ننزل عشان خاطر ده؟ مين يكون ادم؟ ادم مين؟ ها؟ فهذا الذي يعلن على الملأ افطاره هو لا يتحدى الناس، الناس ما لهمش عندك حاجة، ولن يدعوك للهدى. ايه رأيك؟ اصل القضية معاك، انت خدت قرارك، الامر انتهى بالنسبة لك خلاص. ولذلك العوام ليهم كده حدث من النوادر الحلوة، يقول لك اللي ما يخافش من ربنا خاف منه. ايه ده؟ هو ما يخافش من ربنا؟ ده فعلا لازم تخاف منه انت، لان رجل داس اظل وفضل أن يسير في طريق الغي إلى منتهاه، سادر مصر. ولذلك يا أخوان، إيه هو الخوف؟ الخوف درجات، الخوف أنواع. في خوف فطري عندي وعندك وعند فلان وعند علان وعند كل الناس، نخافوا من العتمة، نخافوا من الحيات والعقارب، نخاف من وحش كاسر، ده خوف فطري، النفس تخاف. ده انت اللي يقول لك بخ من وراء على غفله تدرع، دي حاجه فطريه، ده مش عيب، هكذا خلق الانسان وكان الانسان ضعيفا. طيب ده خوف فطري، تخاف من جبروت الجبارين وظلم الظالمين، نعم من حقك ان تخاف. فهذا الخوف خوف فطري. هناك خوف آخر يخص أهل الدنيا وطلاب المتع والنعم، يخاف أن يزول من تحته الكرسي، يفضل مسك فيه بيديه وسنانه، عايز يجيب مغمطيس، ها؟ سبحان الله، يخشى أن تنزل البورصة فيضيع الرصيد، مشغول مشغول. واحد تاني يقول لك والله انا خايف من بكره، العيال الصغيرين وعندك شايف الدنيا تقلب وتعد. يا عمي ده قل الدين، ده قل الدين، ما فيش يقين. غد بظهر الغيب واليوم لي، وكم يخيب الظن في المقبل. ده انت اللي تخاف منه ما تلاقيش احسن منه،
وأسيادنا من الصالحين والصالحات كان يقول: لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلكا، سلم لنا الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. من الصانع؟ الله. من الرازق؟ الله. المهيمن هو الله، اللي بيسير الكون هو الله. يا عبدي لك علي رزق طالما انت حي. لكن طلاب الدنيا والحريصين على المتع تجده مشغول بما عنده وبما ملكه وبما لديه من حظوظ الدنيا. طب يا أخي، لا خلود تحت السماء لحي، فلماذا تراود المستحيل؟ طب هو الدين بيتكلم على مسألة الخوف دي؟ لا، الموضوع غير كده خالص. موضوع الخوف ده موضوع تاني. احنا عايزين الخوف النابع من التقوى. انت صايم ليه؟ ربنا فرض الصيام ليه؟ علشان التقى، لعلكم تتقون. وسبحان الله، ما فيهاش قطع، ما فيهاش يقين. شوف شوف الاسلوب، لعل، يا عسى، عسى توفق، عسى ان تصوم بطريقه ترضي الله. هي المسألة انك انت تمتنع عن الطعام والشراب والشهوة الحلال كم ساعة، وتقعد والسفرة تبقى فيها صحون من كل صوب وحدب؟ لا، ده هو عايز يقوي لديك الإرادة، عايز يربي فيك العزيمة، عايز يعمل لك نوع من الكنترول على نفسك. ما ألف دكتور يقول لك ما تدخنش، ما نقدرش يا دكتور، أنا نسيت سجارة نموت، أصل ده حد بيجي في الدم، أنا لي 50 سنة يا دكتور، لا يمكن أطلب مني حدا نقدر عليه. طب اشمعنا في نهار رمضان؟ اشمعنا في صيام رمضان؟ تتخلى عن هذه المعبودة التي تتسرك، التي تأسرك، التي تتحكم فيك. حاسب يا عمي، الله أكبر، ده فرض بتاع ربنا، ما نقدرش، أنا خايف من بكرة الناس تبعث وأنا نروح نقول لها إيد ورا وإيد قدام، ما صمتش يا رب عشان الكيف. لا، إذن الهدف من الصيام تربية الإرادة، تقوية العزيمة، أنك تستشعر رقابة الله الذي لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. ولذلك في آيات في القرآن بتتكلم عن الصيام: ولمن خاف مقام ربه جنتان. يا سلام، ولمن خاف مقام ربه جنتان، مش جنة واحدة، لا، ما هو كل واحد مني نحن ربنا أعد له جنة، يبقى أنت ليك جنة، وآثرت أن تطيع الله وتتخلى عن شهوتك، عن طعامك وعن شرابك وعن نومك، فربنا يكافئك بجنة ثانية. يبقى ولمن خاف مقام ربه جنتان، مش جنة واحدة. وقال لك هو يبقى في جنة وربنا يكرمه بجنة لتقيم فيها الزوجة والذرية، وألحقنا بهم ذريتهم. الله أكبر، شوف فضل الله. وقيل جنة يبقى فيها القصر والحور العين، وفي جنة ثانية يتمشى فيها للنزه وللتنعم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. عند العارفين وأهل التصوف يقول لك في الدنيا جنة، في الدنيا جنة، هي جنة المعارف، من لم يدخلها لن يدخل في الآخرة جنة الزخارف، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يبقى العملية واسعة. ولذلك لما استشهد حارثة بن سراق، جاءت أمه تنظر في الراجعين تبحث عن ولدها فلم تجد، ما حدش شاف حارثة، قالوا لها ما نعرفوش والله. طب ممكن يكون وقع في القصر، لا ما نعرفوش. طب هو ممكن يكون مات، والله ما نعرفوش. فذهبت وهي في قمة الغيص، ظناها ولدها، وقالت: يا رسول الله. قال: نعم. قالت: أخبرني أين ولدي حارثة، إن كان حارثة حي أنا أرضى،
إن كان سقط شهيدا برضو أنا نرضى، لكن إن كان وقع أسير ولا عمله فيه سوء، لا ده أنا من حقي نعمل ونسوي وهنوريك اللي هنعمل إيه. يعني عايزة تشيل تراب وعايزة تشق الجيوب وعايزة تلطم الخدود وتدعو بدعوة الجاهلية. سيدنا النبي لما سمع الكلام ده تغير وقال لها: أهبلت يا امرأة، أهبلت يا امرأة، إن ولدك أصبح شهيدا. قالت: أهو في الجنة؟ قال: أهي جنة واحدة؟ إنها جنان، وإن ولدك قد دخل الفردوس الأعلى. فقالت: بخن بخن يا حارثة، يا بختك يا هناك. وانقلب حزنها إلى فرح، وعويلها وصراخها إلى زغريد وسرور. إذن هي ليست جنة واحدة. أيوة عم الحاج، مش في جنات عاد؟ في جنة النعيم، في جنة الفردوس، وفي أعلى عليين، وفيه والفردوس الأعلى. هي جنة واحدة أخوانا، ولذلك الجنة لها ثمانية أبواب. الباب يجيب من حضرموت في اليمن لغاية البصرة بأرض العراق، ده الباب الواحد عشان يسع المليارات اللي هتدخل من عالم البشر. سبحان الله، احنا عايزين الخوف اللي وصلنا للجنة. الخوف ده موجود فين؟ في التقوى. مش سيدنا الإمام علي قال ايه التقوى يا إمام؟ قال: الخوف من الجليل. طيب احنا تحققنا من مسألة الخوف؟ لا، ده الموضوع واسع، موضوع واسع، لأنك أنت الأمر يستدعي وقفة مع النفس عشان تستشعر اللي مستنيك بكرة إيه. ما اللي ما بيعرفش بيقول عاد، ولكن من ذاق عرف. يا سلام، سيدنا النبي لما رجع صلى الله عليه وآله وسلم من الإسراء والمعراج قعد بين الصحابة كده ودار شريط الذكريات، بيجي يضرب كف على كف متألما متحسرا ويقول: آه آه آه، عرضت علي الجنة بمن فيها، وعرضت علي النار بمن فيها، فوعزة الله وجلاله أنا ما شاهدت مثل ما شاهدت اليوم من الخير ومن الشر. آه آه آه، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ده إنذار. سيدنا النبي خايف وكمان شايف، ده بيحكي للصحابة. الصحابة إيه الموضوع يخوف. أنت افتكرك في أمة الله المسلمين عبر الأجيال والقرون أمة وجماعة يستزلهم الشيطان كما استزلنا نحن اليوم؟ انت افتكرك في فريق من فرق الإسلام استهتر بالدين يشبه استهتارنا نحن اليوم؟ لا طبعا، نحن لا نصلح أن نكون سفراء للإسلام، لأن واقعنا مشين، لأن حالنا ما يسرش لا عدو ولا حبيب. ها هات لي يا أخي واحد غير مسلم يسب الدين، استحالة بل من المحال. هدي أهل الباطل يستمسكون بباطلهم وأهل الحق يفرطون في حقهم. دي أمة معلولة، أمة مشلولة، أمة غبية، أمة لم تتق الله، لم تصل إلى حد التقوى. لذلك ربنا عم يجيب لنا رمضان ويبلغنا رمضان ويقول: صوموا رمضان وفرضت عليكم وكتبت عليكم ولازم تصوموا ولازم تعملوا. ليه يا رب؟ قال: لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. طب يقول انه هو كده، يبقى انت محتاج تخاف عشان توصل لمرحلة التقوى، او تقوى بلا خوف يبقى ما عملتش ثمرة، يبقى ما عملتش ثمرة. والامر واضح، من لم يخاف من الله فممن يخاف؟ وربنا يا اخوانا كسرهن على براقة، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. قال: اتقوني 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 فإني جبار، لأنه ربنا ما بيحبش حد.
ما بيطبطبش على حد، مش مستني حد، مش عايز حدا من حد. الأمر واضح، ربنا ما قصرش معانا. من أجلنا أرسل الرسل، إيه عذرك؟ من أجلنا أنزل الكتب، إيه عذرك؟ وبين وعطك عينين وعطك أذنين وجعل لك قلب وجعل لك عقل. طب إيه اللي نقصك تاني؟ لا عذر اليوم، لا عذر اليوم يا أخوانا. ده احنا لو مش هنحكوا في الحساب، لأن احنا مش هتتحملوا كلام الحساب. خلينا في موضوع العتاب بس. هو انت افتكرك العتاب ده سهل؟ ده انت لو واحد ليه حق عندك وفي قعدة الناس ومجمع العرب ولجنة الصلح وتلك المسميات التي ما أنزل الله بها من سلطان، لا تسمن ولا تغني من جوع، لكثرة الضلال فيها، لشيوع الباطل فيها، وفوق الترابيزة وتحت الترابيزة، والمهم ناكله نشربه، وواجهة اجتماعية، ده كل ما يقدمش ولا يأخرش. طب لما واحد يكون لي حق عندك وعاتبك قدام الناس، تستشعر الخزي، تبقى واقف مكسوف، تقول والله اتبليت. يا سلام، مكسوف يا أخي ليه؟ تقول والله عاتبني وكسبني وسط الناس، كان لي حق واداني كم كلمة كده، يعني أداركم الله، والله كنت هنقول يا أرض الشقة قبل عيني. ده عتاب واحد الواحد. فما بالك بعتاب النبي محمد للأمة؟ يعني خلي أفقك واسع، عيش معايا اللحظة، شوف واحد هزك، سد نفسك، طعنك في مجمع الناس، بعثر كرامتك، أخزاك، فما بالك بعتاب النبي لك؟ سيدي النبي يقول لك أنا مش حذرتك؟ أيوه حذرتني يا رسول الله. أنا مش نبهتك؟ أيوه نبهتني يا رسول الله. أنا مش خوفتك وقلت لك؟ أيوه حصل يا رسول الله. طب إيه عذرك؟ ليه سبت السنن؟ ليه خلفت المنهج؟ فيه حصل؟ قالوا إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاتب رجلا من أمته فلكلامه في العتاب، فإذا بالعبد يتساقط لحم وجهه خجلا من رسول الله. دي سهلة، دي سهلة. سيدنا النبي كلمك كده وانت من خزاك، مش عينك تدمع ولا تطاطي في الأرض، ده انت لحم وجهك يتساقط خجلا وحياء وجلالا وهيبة وخزيا وكسوفا من عتاب النبي صلى الله عليه وسلم. طب ده عتاب سيدنا النبي، أمال كيف بعتاب الله؟ كيف بعتاب الله؟ ربنا عاتب أي، وهي عاتب المسلمين، هي عاتب المسلمين أي، تلاقيه واقف يصلي وطلع المحمول وبص فيه وفك العمة اللي فيها 20 متر دي عاملها طبق، وتام يطوي ووقف الصلاة يتحرك له 15-20 حركة. يا رجل ده 3 حركات يبطل الصلاة ما لم تكن هناك ضرورة، ها؟ وطلع المنديل ويتنحم ويتنخم، ده كله وانت واقف بين يدي الله. واحد يدخل من بابه يروح مميل عليك كده بص عليه ويرجع تاني، كل ده وانت هتصلي، كل ده وانت هتصلي. إذا التفت العبد وهو واقف بين يدي الله نظر الله إليه وعاتبه، يا عبدي هل هناك من هو أفضل مني؟ هل هناك من يأخذك مني؟ ايه يدخل ولا يطلع؟ انت مشغول بمين؟ انت مشغول بمين؟ يا الله، ما هو ده ما فيش خوف، ده ما فيش خوف. اخوانا شيء عجيب اللي احنا فيه، وده سبب غياب الخوف، غياب الخوف. طب ليه؟ لانه فيه عله معانا. يا عم الشيخ بشر، طول عمرنا بنبشر، وانا واحد من اصحاب المذاهب في التبشير الديني وتريح النفوس وحل المشاكل، واكثر واحد ييسر للناس، ها؟ حتى يسموني الشيخ المنفلت، الشيخ الكل حد واخده ببساطه، الشيخ اللي ميسر كل شيء. طب ما سيدي النبي قال بشره، قال بشره. لكن يا أخي، الرجاء والخوف ده عملة، وجهان لعملة واحدة. أنت بالخوف هتطير من النار، وبالرجاء هتدخل الجنة. لما دخل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم على شاب يحتضر، فقال كيف تجد نفسك الآن يا فتى؟ إيه أخبارك في اللحظة دي؟ سيدنا النبي عارف أنه هيموت، والولد حس بالموت خلاص،
فسيدنا النبي يقول له اللحظة دي اللي انت فيها انت حاسس بيها؟ قال أرجو ربي لكني أخاف ذنبي. يا سلام، أرجو ربي لكني أخاف ذنبي، لكني أخاف ذنبي. فقال له النبي هنيئا لك، أبشر، لا يجتمعان في قلب امرئ في مثل هذه اللحظة إلا وحقق الله له ما يرجو وأمنه مما يخاف. ده حسن الظن بالله، بس هو مستشعر التقصير. إنما احنا يخرب البيت وكب الزيت ويهد الكبري ووزع الاتهامات على الناس كلها، وما فيش حد سليم في نظره، لا رجل عنده كرامة ولا امرأة حرة عفيفة، وقاعد والدنيا كلها، وفي الآخر يقول لك وما تكتبش علينا يا رب. وما يكتب علي أنا؟ يكتب على اللي ما قالش حد ولا ما عملش؟ إيه ما يكتبش عليك؟ مش أنت اللي عامل الحاجات دي كلها؟ ها؟ ده نوع يدل على الخلاعة النفسية، يدل على سوء الأدب. ده مش كده وبس، ده ممكن يتلفظ بألفاظ يعني تدق بسببها الجبال. أنا ما هنصليش بس إن شاء الله هندخل الجنة قبل اللي هيصلوا، لأن اللي هيصلوا ضلالية. طب يعني ترمي الناس بالضلال؟ ترمي الناس بالضلال؟ إذا كان عمار المساجد بهذا السوء، أمال أنت بالصلاة على النبي إيه عادي؟ إيه وضعك أنت ده؟ ده فاقد الشيء لا يعطيه، لا يعطيه. ياه، أمال حرمة المسلم فين؟ التزام الدين فين؟ يا أخوانا ده كل سبب قلة الخوف، قلة الخوف. محدش حاسس، محدش عارف. ألا تخاف أنك إذا وردت إلى حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة فإذ بالملائكة تدفعك لا ترحاب لك ولا شراب؟ خيفش من دي؟ ألا تستشعر أنك إن كنت في ذلك الفريق الذين يسيرون إلى رسول الله في ساحة العرض على الله، يا رسول الله أغثنا، يا رسول الله أدركنا، فيقول سحقا سحقا لمن بدل وغير؟ ألا تستشعر أنك لو صرت من أهل النار واصطليت بجحيمها ورأيت من غسلينها ودخانها وصرخت مع الصارخين يا رب اكشف عنا العذاب قليلا، فيقول الله من عليائه اخسأوا فيها ولا تكلمون؟ ألا تستشعر الخوف؟ ألا تستشعر الخوف؟ الله ينادي على جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ ها ده كله يحصل، كله يحصل. انت فين؟ انت فين؟ انت ما مستشعرش الخوف ليه؟ لانك انت جاهل، لكنك انت ما عارفش. انت ممكن تكون ناصح في شراء الاراضي، تجلب لي فلوس في العقارات، تقدر تعمل لك جمعيه تاخدها انت الاول، تقدر ترابي، ها، تقدر تغش، تقدر تفتح بطنك للرشوه، تقدر تعمل وتسوي. انت من طلاب الدنيا، والدنيا زائله والدنيا حقيره. واسمع لعتاب الله، يؤتى بالعبد العاصي يوم القيامة ليقف بين يدي مولاه فإذا بركبتيه ترتجفان. يطقطق الركب ترقص، ها، فينظر الله عز وجل، عبدي أما استحييت مني؟ دايد الوقيته مستشعر الرهبة وخايف وبترتعد وركبك هتسقف في اللحظة دي، عبدي أما استحييت مني؟ أما علمت أني مطلع عليك ومراقب لك؟ ما يقدرش يتكلم، مش ينتهي العتاب بكده وبس. ثم ينظر الله إلى الزبانية ويقول خذوه إلى أمه الهاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. والمشكلة لما ربك يقول خذوه، خذوه، فيبتدره 70,000 ملك، 70,000 ملك يمسكوني أنا ويمسكوك أنت ويمسكوا فلان وعلان، 70,000. ده احنا لو اثنين يلشوك، لو ثلاثة يكتفوك، لو أربعة يدمروك. لا، ما هتتقسي كده،
ده الأمر فيه صيغ التعظيم. تخيل لو فيه كمين في سكة وانت عليك حكم ولا فيه مخالفة، ها، ولا عليك غرامة، هيجي لك واحد مخبر، هيجي لك واحد غفير، العسكري يقول لك تعال، واحد يكلمك بس. إنما لو قصدينك وانت مطلوب للعدالة هيجيبوا لك بوكس يا عم الحاج، يجيبوا لك لوري، ده على مستوى المركز. أمال لو كنت انت من مشاهير العتاة ومن أكابر مجرميها هيجيبوا لك حملة من المدرية، هتبقى فيها لوريات ويبقى فيها وقناصة حدوت. طب ده فيما بيننا، فما بالك وصاحب العظمة والجبروت مالك الملك وملك الملوك يقول للزبانية خذوه. يبقى اللي يقبض عليك على قدر عظمة الآمر وهو الله العلي الكبير، خذوه. فيبتدره 70,000 ملك، 70,000 ملك، كل هذا لا يحرك فينا ساكنا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.